اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم ايجيبشن جيمرز وولد. وحلقه النهارده عن ايترنيوم او لعبه الخلود اللي احنا عملنا عنها سلسله وابتدينا نلعبها من فتره. يا ريت قبل ما نبتدي كده الفيديو اي حد مش عاملها سبسكرايب او متابعه يدوس على زرار المتابعه وكمان يفعل الجرس عشان يشوف الفيديوهات بتاعتنا الجديده. النهارده احنا هنتكلم عن باقي الاحداث اللي موجوده في ايترنيوم. احنا عارفين ان في ناس كتير لعبتها وده شيء يبسطنا. احنا طبعا شفنا الترايلز في فيديو من الفيديوهات قبل كده، ولكن هنتكلم النهاردة عن حاجات تانية موجودة في اللعبة غير القصة بتاعتها. هنبتدي اول حاجة الارض بتاعة التدريب. الارض بتاعة التدريب زي ما احنا شايفين كده بينقي، يعني او انت بتنقي سيناريو يعمله لك. انت محتاج لعيب واحد ولا محتاج اكتر من عدو، ولا محتاج يعني عايز تشوف ايه او تتدرب على ايه. بيطلع لك مجموعة من الأعداء وتبتدي تضرب عليهم. الأعداء ما بتموتش، هي الفكرة كلها في القصة كلها إن هي تدريب. وتحت كاتب بقى المعدلات بتاعتك، أنت كده عايش بقالك قد إيه، الضرر اللي أنت عملته قد إيه، الكلام ده. هي كل القصة كلها إن أنت تجربة بتقدر تشوف منها مستوى الضرب بتاعك ايه، وتقدر يعني تعملها مختلفة، تعمل تخليها بمستوى تاني. تمام، وزي ما احنا شايفين كده مثلا ممكن ننقي حاجة تانية، ممكن مثلا نختار هنا بيشوف الضرر بتاعك قد ايه. تمام، او الدي بي اس، او يعني الدي بي اس يمكن الناس اللي بتلعب الالعاب دي هتبقى عارفه دي بي اس معناها الدامج بير سكند او الضرر في الثانيه الواحده. ايه هو بيبتدي يحسبه وبيبتدي يقول لك انت دلوقتي وصل لكام والافريج بتاعك قد ايه، واكتر حاجه وصلت لها في الضرر قد ايه. بتبتدي ان انت تشوف الشخصيه بتاعتك، هل كده هي مستواها عامل ازاي، في القوه عامل ازاي، في الضرب عامل ازاي. هي مجرد ارض تدريب طبعا زي ما هي اسمها موجود، هي تريننج جراوند، فهي ارض تدريب فقط، هي ده الهدف منها وهو ده الحاجه الوحيده اللي بنستفيد منها فيها. هنا طبعا لو دوسنا على ديتيلز هيطلع لك بقى انت ضارب قد ايه، وعامل السبلات بتاعتك قد ايه، او التعويذ بتاعتك ضربه قد ايه. هي يمكن الحته دي مش ممتعه لان الشخصيات ما بتموتش، فانا ما ببقاش فاهم كده انا كويس ولا وحش ولا ايه، انا مش فاهم. فهي مش مفيده قوي، هي كتجربه لو حد بيهتم بالاحصائيات وبالكلام ده، لا هو يشوف قوته وضرره عامله ازاي الكلام ده، ولكن غير كده هي مش ممتعه قوي زي بقيه اللعبه عامه. هنبص على حاجه تانية. تمام، زي ما احنا شايفين كده في نجمه تانية فوق، النجمه اللي تحت على الشمال دي هي التريننج جراوند دي، هي يعني الترجمه بتاعتها هي القفازات. تمام، هو يعني مش عارف ايه علاقتها بان هي يبقى اسمها كده، ولكن هي زي ما احنا شايفين كده هي ستارت او بتبتدي من ويف 10 او من ويف 20، ولكن دي احنا عشان اول مره نلعبها فاحنا مبتدئين من الاول والسكور بتاعنا زيرو. تمام، نقدر بعد كده لو عدينا او لعبناها اكتر من مره هنشوف نقدر نلعبها اكتر من كده. هنبتدي بيدخلنا في مكان مقفول. تمام، وزي ما احنا شايفين مكتوب تحت ويف 1 او الموجه الاولى، الموجه الاولى من الاعداء. تمام، و بيبتدي يكتب لنا تحت الوقت ان الموجه اللي بعد كده هتبتدي كمان دقيقتين، دقيقتين ده في حاله ان انا ما دمرتش الاعداء دي، ولكن طبعا احنا يعني اقوى منهم شويه فبنقدر نموتهم عادي، ونخش بعد كده على الموجه الثالثه. الموجه الثالثه ايه وقتها اقل 45، الموجه الرابعه دخلنا 3 دقايق. يمكن دي امتع شويه وبنقدر نتحكم فيها في الضرب، لان احنا بنقتل الاعداء وهم بيخشوا علينا في موجات، موجه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه ورا الخامسه لحد لما نشوف احنا هنوصل قد ايه. طبعا السكور برضو مكتوب تحت ومكتوب احنا عايشين بقالنا قد ايه. على الشمال المربع او المستطيل اللي تحت ده مكتوب السكور بتاعنا، ومكتوب احنا عايشين بقالنا قد ايه، مكتوب على اليمين الرقم بتاع الموجه ويف كذا، ومكتوب اللي جه بعديها في قد ايه، او اللي بعديها هتيجي كمان قد ايه.
هنكمل لحد طبعا احنا خلاص الناس كلها بقت، يعني في ناس خلصت القصة اصلا، احنا كنا بنمشي بالراحة فيها. فهنشوف كده، احنا قلنا نعمل لكم الفيديو ده نوريكم الفرق او الحاجات اللي زي. لما نيجي عند الويف 10 او الموجة 10 بيطلع لنا بص او زعيم او القائد للمرحلة دي، او زي ما احنا شايفين كده سامانر شامبيون اهو، ده الزعيم تمام. وطبعا قتل ماركوس كالعادة، ماركوس خلع مات مننا تمام. ماركوس عالي وصل لمستوى 18، طبعا احنا بناخد خبرة في في خلال الفترة دي تمام. ودخلنا زي ما احنا شفنا كده على الموجة رقم 11، وهنبتدي نكمل. الشخصيات اللي معانا ممكن تموت او ممكن تموت عادي جدا، ولكن بعد شوية بتصحى اول ما بنخلص الويف او بعد فترة معينة بيبتدي يحصل لهم ريفيف ويصحوا تاني. اعتقد ان يعني كنا لسه بنتكلم عن اللعبة، هي اللعبة ممتعة الصراحة. يمكن برضو الناس عشان كانت مستغربة، احنا غيرنا المزيكا بتاعت الدخلة بتاعتنا للمزيكا بتاعت اللعبة دي، فلان هي يمكن حماسية شوية. اللعبة مزيكتها حلوة، اللعبة نفسها سهلة، الصعوبة يمكن في المستويات الأعلى من كده، المستويات يمكن في الأول ما بتبقاش صعبة قوي. ولكن خلاص يعني احنا مبسوطين ان احنا لعبنا لعبة وقدرنا نقنع الناس ان هي لعبة كويسة، والناس في ناس عجبتهم وفي ناس لعبوها، ويمكن في ناس قفلت اللعبة كمان، يمكن على المستوى الأولاني قفلت الجزء بتاع القصة، ولكن هي فيها حاجات تانية زي اللي احنا بنلعبها دلوقتي دي. فقلنا نعمل لكم الفيديو ده نكلمكم عن بقية الحاجات او بقية الاحداث اللي موجودة في اللعبة اللي يقدروا يستفيدوا منها، وطبعا هم يقدروا يعيدوا اللعبة بالمستوى الاصعب، لان احنا يمكن كنا بنلعبها على اسهل مستوى خالص. المستويات بعد كده بتبقى اصعب، يعني هما بيبقوا اقوى، الاعداء بيبقوا اقوى، ما بيحصلش ريفيف زي ما هو في العادي. ممكن بقى يبتدي يجرب أسلحة، يبتدي يجرب حاجات تانية. هما سابونا بسم الله ما شاء الله، يعني سابونا العشر موجات لوحدنا وصحيوا بعد كده، ولكن الحمد لله ماركوس مات، ملحقناش يعني، ماركوس ملحقش يعمل أي حاجة. هنحاول احنا نقتل بقى الوحش ده، هو يمكن كمان بقى بيطلع معاه وحوش تانية او بيطلع معاه اعداء تانية، فهنحاول نقتله زي ما احنا شايفين كده. ده كمان ايلين ماتت، فانا كده بقيت لوحدي ماشي، بس ما تخافوش يعني احنا جامدين برضو، هنحاول نقتله. لازم نستغل الاسبلات، وزي ما انتم شايفين كده عملت اللي هي العلامة الاكبر من دي على اساس ان انا برضو اخد علاج. الحاجات اللي هي في اليمين ممكن دبليو او ممكن اللي هي الاكبر من، طبعا علامة الاس دي هتطلع بوابة او بورتال اقدر اروح منه، ولكن طبعا مش هينفع اروح من الناس دي ومش هينفع اسيبهم، فاحنا هنحاول برضو كده نقتله. طبعا مثلا يعني احنا دلوقتي اهو احنا في المستوى 20 او في الموجة رقم 20، هو كمان الموجات ابتدت تطلع، يعني لو ناخد بالنا احنا المفروض ان احنا الوحش ده طلع لنا في موجة 20، الموجات اللي بعد كده ابتدت تطلع، يعني 21 طلعت معايا و22 طلعت معايا، فعشان كده الاعداء بتكتر. احنا خلي بالنا احنا كل ده احنا لسه ما قتلناش الوحش بتاع المرحلة 20، غير ان هو بيطلع كمان معايا ناس، لا هو كمان لا الموجات التانية بتيجي معايا. كنا بنتكلم عن اللعبة، خلينا كده وانتوا بتتفرجوا نتكلم عن اللعبة. هي اللعبة الصراحة يعني من الألعاب الممتعة، يعني الألعاب اللي الواحد لا بيستفيد وهو بيلعب بيستمتع تمام. احنا ده هدفنا الأول طبعا، ان احنا بنلعب عشان نستمتع باللعب، مش مجرد ان احنا نقفلها وخلاص. انا كده كده لو اللعبة يعني اللعبة كده هتتقفل مهما حصل، يعني ما عملوش لعبة مميتة اللي هي الواحد ما يعرفش يقفلها، ولكن الفكرة في الاستمتاع، ان الواحد يبقى مستمتع وهو بيلعب اللعبة. فاللعبة الصراحة ممتعة، اللي ما جربهاش انا يعني اتمنى انه يجربها ويقول لنا رأيه فيها ايه. اعتقد ان ده ممكن يبقى اخر فيديو احنا هنعمله عنها، لان مفيش يمكن احداث تانية او مفيش حاجة تانية هنعملها هنتكلم عليها، احنا كده عرفناها اللي عرفنا الناس بيها تمام. قرب يموت اهو، فاعتقد ان ده هنوريكم يمكن حاجة او حاجتين كمان.
الحاجات اللي فاضله اللي يمكن ما كناش عرضنا في الكام حلقه الاولانيين. الكام حلقه الاولانيين برضو احنا عرضنا عليهم، عرضنا الحاجات الاساسيه بتاعه اللعبه بحيث ان اي حد يقدر يلعبها. وده كان الهدف من اللعبه، ان احنا نوري للناس لعبه جديده يقدروا يلعبوها. نصيحه لاي حد لعب اللعبه وحس ان هي سهله وحس ان هي لا الموضوع بسيط، الحمد لله اخيرا مات بعد ما طلع عينينا، تمام. فيعني احنا دخلنا حتى في الموجة رقم 23 يعني، واحنا بنقتله كانت الموجة 23، فاحنا هنخرج ولكن لما جينا نخرج خرجنا بره خالص، فخلينا ايه نرجع تاني. طبعا نقدر نجرب شخصيات تانية يعني، احنا ناخد بالنا ان انا مختار شخصية الساحر، فاللي عايز يجرب شخصيات تانية انت تقدر تعمل شخصيات تانية وتجرب تعمل مثلا المقاتل او تعمل رامي الاسهم. الموضوع بيختلف والقصة يعني مش القصة بتختلف ولكن القوات نفسها بتختلف. فلو حد عايز يجرب بيجرب. هنشوف بقى المفتاح ده الدنجن كي. طبعا الدنجن كي ده قصة لوحده ولازم بنكسبه عشان نقدر، طبعا كل الرسائل موجودة، في حاجات احنا خدناها وفي حاجات ما خدناهاش، في حاجات سايبينها لسه في الرسائل نقدر نبقى ناخدها بعدين. طبعا نقدر ناخد الحاجات دي كل ما بنلعب، طبعا احنا بنلعب كمية قليلة بس لان احنا في الاول بس وبنعرف الناس القصة، ولكن دي كلها مهام او حاجات نقدر نعملها عشان نقدر ناخد. احنا خدنا الدنجن كي اهو. الدنجن كي ده بيفتح لنا مستوى او بيفتح لنا حاجة تانية نقدر نلعبها جوه اللعبة. فاحنا ممكن نخزنه لأي وقت في المخزن اللي عندنا ونقدر نبقى نلعبه في أي وقت. كده شفنا المكانين، المكان ده لما نيجي نرجع له تاني اهو، ابتدينا بان احنا عدينا اول 10 موجات واول 20 موجة، فنبتدي نقدر بعد كده نبتدي من البداية او نبتدي من اي موجة من الموجات. خلينا كده نروح نفهم بقى ايه القصة بتاعت الدنجن كي ده. احنا خلصنا كده الجزء الاولاني بتاع الجنتايل، احنا كده دخلنا في الاكت 2 او في المنطقة التانية اهي. هو ده مكتوب اهو uses one dungeon key او بيحتاج مفتاح من المفاتيح دي ميستي ايلاند، وبرضه محطوط عليه نجمة. دي برضه مرحلة من المراحل غير اللعبة غير القصة. يمكن بالنسبة لنا دي من اهم المناطق لان دي الفايدة اللي بتيجي منها اكتر، لان دي بتعود علينا بأسلحة وبتعود علينا ب حاجات يعني جواهر فدي من اكتر الاماكن المفيده غير القصه نقدر نروح وناخد نلعبها اكتر من مره. طبعا طول ما احنا معانا مفاتيح فنقدر ناخد نقدر نلعب الدنجن ده. بنخش على جزيره، الجزيره طبعا فيها اعداء وبنبتدي نقتل فيهم عادي جدا، ولكن لما نوصل لاخرها هنفهم التريكايه في ايه او هنفهم الفرق ما بينها وما بين المراحل العاديه ايه. طبعا كان في حد كان قال لنا ان هو كنا بنتكلم يعني ان حد خلص اللعبه وبيقول ان هي سهله ويعني اللعبه، فاحنا بننصحه عيدها تاني من الاول، العب لحد لما تقفل احنا دلوقتي احنا بنلعب على المستوى العادي اللي هو النورمال، تمام. كل مرحله كل ما تلعبها بتاخد نجمه، بعد 5 نجوم لما تاخدهم بتقدر تفتح المستوى اللي بعد كده، بدل ما تلعبها نورمال تلعبها الاصعب. العب الاصعب وشوف المستوى عامل ازاي وشوف انت مستواك عامل ازاي وابتدي قوي نفسك اكتر. وفي طبعا البيرسون فيرسس بيرسون او البي في بي احنا ما شفناهوش، ولكن ده لازم نبقى نوصل لمستوى 30، فده ممكن نبقى نعمله لكم في فيديو تاني لوحده عشان برضو الناس تبقى فاهمة ان فيها كمان تقدر تلعب قدام حد. ودي يمكن ما كانتش موجودة زمان، زي ما احنا شايفين في صناديق وفي حاجات بنقدر ناخدها، فدي الميزة في المكان ده في الجزيرة دي. لسه كل ده احنا لسه موصلناش للبوس او للزعيم بتاع المنطقة، وبناخد طبعا خبرة زي ما احنا شايفين كده ماركوس بياخد خبرة عادية جدا واحنا بناخد خبرة، والبار بتاع الخبرة موجود بتاعنا تحت، فمفيدة على جميع النواحي. خلاص احنا يمكن ماشيين اهو في الخريطة وقربنا لاخرها،
كل شوية متقسمة، يمكن هي جزر 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 كده، بنعدي الحاجات اللي فيها، ناخد بالنا طبعا من السهم اللي موجود ده. طبعا اللي لعب اللعبة بقى أستاذ فيها، وبقى يعرف يتحرك، وبقى يعرف يعمل فيها كل حاجة. علينا مستوى كمان، وصلنا لمستوى 26 اهو. و خلينا بقى نروح كده للزعيم، او اللي هي جورجانا. تمام، هي حاجة شبه ميدوسا كده، لو حد عارف الشخصية بتاعت ميدوسا وكده فهيلاقي طبعا بترمي عليا زي تأثير كده، فبتخليني أدوخ. بعدين بيطلع الشخصيات اللي معاها دي بيبتدوا يعالجوها، فاحنا لازم نتخلص منهم بسرعة. طبعا القدرة بتاعت آيلين إن هي تجمع الشخصيات حواليها، فنقدر نضربها من الحاجات المهمة جدا زي ما احنا شايفين كده. حاولنا نعملها ولكن لسه ما اشتغلتش، فاحنا لازم نروح نخلص على الشخصيات اللي حواليها. اهو جمعناهم تاني، تمام، وحاولنا برضو نجمدها ونرمي عليها العصافير، او بيطلعوا اكتر اسرع. وهنا طبعا القدرة بتاعت ايرين لسه ما جاتش، فلازم نروح نخلص عليهم واحد واحد. زي ما احنا شايفين كده عاملين عليها زي طوق دفاعي كده، فما نقدرش نضربها، فلازم نخلص على الشخصيات اللي حواليها دي اللي بتعالجها وبتقويها عشان نقدر ناخدها او نقدر نقتلها. ونقول لها شكرا جدا كده، خلاص الحمد لله قدرنا نتخلص منها، وكده خدنا كل الحاجات اللي معاها. ونرجع كده زي ما احنا شايفين كده، احنا خدنا واحدة جماعة واحدة أخيرا، الدورة واحدة بس. ماشي، ما علينا. المهم ده أهم شيء، أو أهم حاجة احنا خدناها. تمام، ده بوت، وزي ما احنا شايفين كده هو بيبقى متقسم لست أجزاء، ست أجزاء لبس. وكل لما نيجي ناخد حاجة بتضيف لنا زي طقم كامل من اللبس. طبعا لو معايا قطعة، غير معايا قطعتين، غير معايا الست قطع، كل واحدة لما بنيجي نقف عليه بيقعد يشرح لنا لو معايا قطعتين هستفيد ايه، لو معايا 4 قطع هستفيد ايه. فدي برضو احنا نقدر ناخدها، ودي القصة بتاعت جورجانا. تمام، القصة بقى بتاعتها كلها لو حد عايز يقعد يقرا، بسم الله ما شاء الله، يعني كاتبين قصيدة، كاتبين قصة كاملة. تمام، فكده احنا برضو يبقى اسمنا خلصنا الجزء ده. تمام، ما اعرفش الكتاب يعني نسيبه ولا نبيعه، ولا ما ملوش لازمه نبيعه، فخليه معانا. نقدر بقى نخزنهم عامة مع الحاجات اللي معانا. يمكن الجيمات احنا شفنا ازاي نقدر نعمل فيوز، ونقدر نقوي الجيمات اللي معانا. ده طبعا هنا البوست بتاع الاكسبيرينس على اليمين اهو، وبيقف. طبعا خدنا مفتاح تاني، الدنجن كي تاني، غير اللي احنا لعبنا بيه، فيفضل معانا التلات مفاتيح ونقدر نلعب بيه مراحل تانية. نقدر برضو هنا نفتح حاجات تانية بالجيمات، يمكن احنا وصلنا اهو 331 جيماية. يمكن نقدر نفتح مكان لتعويذة تانية، نقدر نفتح مكان تاني عشان نقدر نقوي الحاجات اللي معانا، يبقى معانا بدل مكان واحد يبقى معانا مكانين. بيتهيألي كده يمكن احنا بصينا على كل الحاجات. نقدر نفتح مكان كده هنا كمان بالجيمات، نقدر نفتح مكان لحد تالت نقدر نستخدمه، مثلا مقاتل تاني، او حد تاني يساعدنا، او حد تالت يساعدنا غير ماركوس و لين. الحاجات دي طبعا طول ما احنا بنلعب هنبتدي نفتح في حاجات جديدة، ونفضل نفتح المهمات اللي موجودة تحت دي نشوفها ونخلصها. اعتقد ان كده يمكن الحاجات الغير القصة احنا بصينا عليكم. نبص برضو على حاجة تانية، عشان الناس اللي بتقول ان القصة سهلة، زي ما احنا شايفين كده كل مرحلة احنا واخدين نجمة واحدة بس من 5 نجوم، فنقدر نعيدها تاني. ده الدنجن هنا احنا مش شايفينه، ولكن انا بتكلم على القصص نفسها، الحاجات اللي موجودة دول، الاماكن اللي احنا زرناها، القصة نفسها احنا واخدين نجمة. فنقدر عشان نلعب الهروك لازم نكمل النورمال، فناخد 5 نجوم، نلعب المرحلة 5 مرات، هناخد منها 5 نجوم، نقدر بعد كده بدل ما نلعب بالنورمال نلعب البطولي بعد كده.
خلينا بقى بالمرة، بما ان احنا قلنا ان ده اخر فيديو هنعمله لكم عن اللعبة، فخلينا نروح نشوف البي في بي او البلاير فيرسز بلاير اللي موجودة في اللعبة. يمكن انا ممكن ما لعبتهاش لما كانت موجودة في المرة الأولانية، او ما كانتش موجودة يمكن لما انا لعبت اللعبة في المرة الأولانية. فخلينا نشوف. بمجرد ما اخش عليها واضح كده ان في 3 لاعبين تحت، و كل واحد ده كده نو مش عارف انا مين المفروض انا انقي واحد منهم ولا ايه. ماشي، خلينا ننقي ده، هو ده وورير. ف يعني هنشوف، هو الطبيعي بتاعنا ان هو بيبقى اقوى. هنحاول نجمده كده، ولكن اللي يمكن المشكلة ان هو عشان قوي التأثير بتاعنا عليه مش قوي اوي. الاعصار ده برضو بيأثر فيها جامد. حاول لا هو اقوى، لا هو اقوى، بالتالي هو هيفوز خلاص. يعني بنوريكوا كده وبنوريكوا ازاي احنا ازاي نقدر نخسر. ومأثر عليا كمان، يمكن مبطئني، فدي كده الريزلت اللي طلعت. فاحنا كده ايه، خسرنا اول ماتش الفضايح. ماشي، البطاقات اللي معانا 12 بطاقة فوق اهم، ونقدر نستخدم اي بطاقة. ده لو انا جيت ادوس على الفايت هيستوري اهي ديفيتد، وكاتب لي الراجل اسم الراجل اللي انا خسرته قدامه، عشان ايه، رغم ان هو الدمج بتاعه 5000 ولكن قوته 92000، هي دي الفكرة. ونقدر برضو نخش نشوف هو مع ايه والامكانيات بتاعته ايه. يمكن انا يعني 9000 الدمج بتاعي، ولكن قوتي زي ما انتم شايفين كده اضعف منه بكتير. هي دي الميزة في المحارب او الوريور، الشخصية نفسها. خلينا نجرب مرة تانية وناخد بالنا كده ان انا بمجرد ما استخدمت بطاقة، دول الناس اللي موجودة 52، ده ليفل 52 قوي اوي. نبص كده على ال3 شخصيات اللي موجودين، لا ده برضو قوي، ليفل 50 وورير. ممكن مش عارف نجرب ده او ده. ما نقدرش نخرج طبعا لان كده احنا استخدمنا بطاقة. دامج 13000 ولكن مش قوية قوي، فخلينا نروح نلعب قدامها ونقول بسم الله كده. يعني ادعوا لنا يا جماعة، احنا داخلين حرب. بتضرب من بعيد، لا احنا جامدين قوي. يا ده يعني احنا قصرنا عليها جامد جدا بالضربة اللي احنا ضربناها. بتجري رايحة فين بقى؟ خلاص بعد ايه، خلاص جمدناها وكده الحمد لله كسبنا. الحمد لله عشان فضايح بس يا جماعة، ما يعني ما تقولوش بس ان احنا خفق وبنخسر، لا احنا جامدين برضو. التيكت زي ما احنا شايفين مكتوب فوق كده، في تيكت كمان ساعتين هيدينا تيكت فري، فنقدر نستخدم تيكت تاني. كل تيكت بنستخدمه وكل ساعتين بيدينا واحد. يا نهار ابيض، الدامج 1,700,000، ده احنا لو نزلنا قدامه هيموتنا بضربتين. وده 74000 برضه جامد. ده انت حلو، ده تعال انت نلعب قدام فونيكس. فونيكس ده غلبان، راجل غلبان العينة، مش غلبان يعني بس لا يعني التانيين احنا الدامج 1,000,700. ماشي، ده ميج، وهو ليفل 43 كمان، انا ليفل 30 ولكن انا معلي الحاجات اللي عندي برضو، ودي الميزة. هو بيحاول يجمدنا ولكن احنا برضو معانا نفس الخصائص بتاعتك، فنقدر ايه لما نجمدك نضرب جامد. ويمكن معاه الضربة بتاعته كهربا، يمكن مش قوية قوي زي الضربة بتاعتي اللي هي خلاص كده احنا قتلناه الحمد لله، قدرنا ايه برضو نفوز عليه وناخد كده صندوقين. الصندوقين كده اللي خدناهم بنفتحهم، يمكن مش صناديق عادية، دي صناديق بتاعت البي في بي، فيمكن فيها جواهر وذهب اهو. ساعات بيبقى فيها برضو حاجات يعني لبس او حاجات كده اهو، طلع لنا ده حاجة، دي قوية، دي طقم، حاجة من طقم.
طقم قطعتين ومكتوب بقى الشرح بتاعه كمان. يعني حظنا حلو اهو، طلع لنا حاجة قوية على حظكم واحنا بنتفرجكم على البي في بي، او اللي هو لاعب ضد لاعب، او بلاير فيرسس بلاير، او بيرسون فيرسس بيرسون، على حسب شوف كل واحد بيسميها ايه. اهو الحاجة اللي يمكن قدامنا اهو نقدر ناخدها. في هنا معانا برضو دي حاطين فيها حجر قوي، فنقدر ناخده ونشيل مثلا اي حاجة تانية، من مثلا نشيل الخاتم، الخاتم ده ممكن نشيل الخاتم ده مثلا، فنعمل انسوكت ونحط دي فنقوي الضرر بتاعنا. نبيع بقى دي كده وخلاص. يعني كده احنا يعتبر شفنا كل الحاجات المختلفة. احنا كنا عاملين الحلقة دي بالذات عشان نوريكم الحاجات المختلفة، يعني يمكن هتبقى اخر حلقة نعملها عن ايترنيوم. نتمنى ان اللي ملعبهاش يلعبها وتكونوا شفتوا حاجات تانية. خدنا كمان 50 جماعي حلوين. فنتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، واي حد ملعبش اللعبة يلعبها، وان شاء الله استنونا في لعب تانية جديدة. حاول نلعب لكم برضو لعب تانية، واهم حاجة في اللعب ان انتوا تستمتعوا بيها. ونقفل الحلقة بتاعتنا على كده. يا ريت اي حد مش عامل لنا متابعة او دايس على زرار السبسكرايب يدوس عليه ويفعل زرار الجرس، وكمان ما تنسوناش في اللايكات والكومنتات وتشير للفيديوهات بتاعتنا، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات جديدة مع ايجيبشن جيمرز وولد. ونقول لكم مع السلامة.